السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات والمغرب. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه واحد البنت كان الاسم ديالها آية. هذه آية في العمر ديال 22 عام 23 عام بالمكاك، وكانت زوينة بزاف وعطية العين. المهم هاد آية كانت بنت محافظة، من غير الجمال ديالها كانت بنت مؤدبة ومحافظة ولها عمرها دار وما عداش ماشي حاجة لي خيبة ومشتلي. بنت دارهم عايشة مع بوها وامها، مكملاش قرايتها ومريحة في الدار، ما خدامة ما مريحة غير في الدار، شقرا تعاون امها تسخر هنا هنا هنا. واحد النهار من نهارات بوها غيتعرف على واحد الراجل تعرف عليه وعرف عنده البنات، لان هذا الراجل ماشي غير اهي اللي عنده اهي، واحده اخرى عنده. هذاك الراجل اللي تعرف عليه بابات اهي قال له دير عندي سي فلان واحد الاول راه خدام على خير وبخير بدارو بطوموبيلتو بخدماته، ما خاصو حتى شي حاجه، خاصو غير يتزوج، وانا كنعرفك راجل معقول انت وكذا وكذا، عرفت بان عندك جوج بنات اشنو ظهر لك نخطبو شي وحده منهم ناخذو الكبيره. قال لي مرحبا جي انت وولدك والزوجة ديالك وجيو حضروا مع موت البنت ونحضروا ونجمعوا، وديك الساعة توافقوا مع بعضياتهم ونزيدوا من الخير والإحسان. داكشي اللي دار داك الراجل، جاب ولدو قال لي طبيب الحال جمعه وجاب الزوجة ديالو اللي هي ماما هذاك الولد، وجاو للدار. الولد شاف آية عجباتو، وتاهي آية بصراحة ما قالت حتى شي حاجة، ما بدات الاعتراض لا والو. الولد على حساب ما قال لهم انه خدام مزيان، طوموبيلته والدار فيها تروازيام ايطاج، ما خاصو حتى شي حاجه، ومن بلي ما كيشرب ما يكمي ما كيسهر ما يدير حتى شي حاجه مزيان. صافي اتفقوا على كل شيء، داروا الخطوبه شو داروا العرس وداها المحالو. في الايام الاولى عاش معه على خير وبخير، ولكن ملي داز شويه الوقت اكتشف واحد الحاجه انه غير كذب عليهم. السيد مبلي بالخمر، كيشرب مشروبات كحوليه، كيكمي الكارو، كيكمي المخدرات، يدير اللي عجب لك حل، مزيغ الفلوس، كيدير اي حاجه، يسهر بالليل، انسان شويه لسانو سليط. تفاجات قالت له انا المره الاولى كنت صحاك بحال ماكا ما ناخذكش وما نتزوجش بك، انا اعدى حاجه عندي الانسان كيشرب وكيدير حتى الكارو ما كنحملوش. قالت لي وقال لها شي اللي كاين شي اللي عطى الله ما عندي ما ندير لك. المهم كانت في الفتره هذه حامله ولدات، صبرات معها، جات عند بوها وامها وقالت لهم، ولكن قالوا لها شوفي هادشي هذا غير كيكون، يعني شحال تاع الناس الرجال كانوا مبليين وكانوا كيشربوا، ولكن ملي زادوا عندهم الاولاد والمسؤوليه كبرات وكذا وكذا صافي كيحيدوا داكشي، هادشي غادي يحيد، غير انت ما تبقايش واخده بالك من هاد الامور بزاف. المهم دارت من نصيحه تاع والديا ورجعت، ولدات الاول الثاني الثالث، ولدات معاه خمسه ديال الاولاد ما بين ولاد وبنات. هذا الحمل كبر عليه بزاف، وهو عاد ما كيزيد فيه، السيد مبقاش قدو غير يشرب وصافي، ولا كيجي سكران كاوي ويشدها من شعرها ويتكافس عليها بالعصا والدق. السيد قهرات، هزات حوايجها مرة وهربات لدارهم، ولكن عاد من غتجي لدارهم عندها خمسة ديال الدراري صغار وهي ما عندها حتى شي حاجة، كتشوف سعيا وكترجع عند راجلها. راجلها كيشوفها جات عاوتاني كيزيد حقرها، كيعطيها قطرة ديال العصا، كيشرب، كيجيب الشراب تما للدار، كيجيب صحابو كي المهم ديك الدار مرجع بحال شي كوريا ولا شي بار ولا شي حاجة، وفين ما كدوي معاه كيدور فيها. عيات ما تنصحو تقول ليها الطريق اللي غادي فيها ولد الناس راه ما خداماش والو، جاب بوه جات مو نصحوه والو ما كتسوقش ليهم، نسابو يعني والدين تاع آية ما كتسوقش ليهم. المهم السيد دير ما باغي وغار الفلوس، كيقول لها عجبك الحال مرحبا، ما عجبكش الله يعاون الباب وسع من كتافك. هنايا هنا صافي تقهرات، شافت التعيات قال صافي دبر راسو، اي اللي بغى يديرها يديرها. واحد النهار كرا هذيك السفليه الدار الثانيه كراها، كرا لواحد السيده مطلقه، وهي في الفتره اللي اتخذت قرار بانها صافي ما عندوش يعني ما عندوش معها، مابقاش عنده معها وتا هي مابقاش عندها معها. قالت انا غادي نقابل وليداتي، ياك المصروف كاين، ياك الثلاجة عامرة، ياك كلشي خاصني كذا، اش بغيتو يدبر راسو. خدات المبدا هادي، ولكن غتكتشف بانه كيخونها مع ديك السيدة اللي كايرية السفلية، هاديك كيدخلو عندنا لتحت،
حصلت عليه الخيانة، أنا انفجرت عليه، قالت لي أي حاجة نصبر لها إلا الخيانة كتخوني في قلب داري، هذا الشيء مبقاش بيني وبينك، أتعطيني اتساع. أنا ساق الخبر والديه ووالديها، جاب خاصمو عليه، حشم هذيك المرأة، جرى على هذيك المطلقة اللي كان كاري ليها، جرى عليها أمام الإكراهات تاع والديه هوايا. صافي هنا ملي بقى فيه الحال وخاصمو على الناس، قالو انت ما راجل ما والو، انت عندك 5 ديال الدراري وعاد زايد فيه وكذا وكذا وكذا. شافت عيا هز كبوطو وخرج، مبقاش ساكن معاها في الدار، كي صيفط لها مصروف وكل شيء ولكن مبقاش ساكن في الدار، ولات غير بوحدها. هنا مشى عند صاحبو وسكن معاه. واحد صاحبو كان ساكن غير راسو مشى سكن معاه، ولكن طول الايام هذه تقريبا بقى عنده شي سيمانه كيجيش للدار، كيجي مره كيشوف ولادو يبدل ويمشي في حالاتو. صافي ما عندوش بيها علاقه براسو، كيريحش كاع ما كيبيهاش في الدار. واحد الليله من الليالي وهي ناعسه مع وليداتها، غادي تسمع شي واحد كيدخل، طلعت كتلقاه هوايا، قالت هذا واقيلا جاي، المهم جاي يبدل ولا شي حاجه، تسوقاش ليه. سيد جا ما جاي ليه يبدل والو، السيد مشى نعس، تسوقاش ليه، وسكران مكاوي ما عاقلش. وكانت بيتا عندها مق هاد الليلة هادي، ما عليناش. هاد الغد لي ناضت عادي، كتوجد الفطور وليداتها، امها تاعي ناضت، وهو كان سكران تعطل شوية في النعاس. ملي فاق حل عيني بحك، مشى غسل الوجه، مشى بدا كيخاصم عليها، انت تسقط الوالدين باقا هنايا وكذا، واش ما كتعيش ما كتقاريش، انا بغيتك تمشي في حالاتك، واش انت لاصقه وحالتي فيا، عطيني اتساع خليني نعيش حياتي كذا. تزايدات معاه في الهضره، ما كتحاول تدخل، تقولي لها الشيطان وليدي هضره ماشي هضره وكذا، وهذه راه مراتك وموت وليداتك، ما كيهضرش معاها ما كتسوقش ليها. دوك وليداتهم مازالين باقيين صغار، كيدخلوا كيجري عليهم كيضربوا. المهم واحد اللحظه ملي ما تسوقاتش ليه هي ديك ايه، شد عشان مش عارف قاع عليها بتصافيق، طاف 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 كيضرب فيها، ما كتحاول تدخل ما كيدويش معاها، ولكن كيضرب على المرأة. المرأة في هذه الأثناء يعني آية كانت كطيب فطور كما قلنا، كان واحد البريات تاعتها كالشحار وكانت خدامة في الكوزينة. أشو دار من شافها ما تسوقاش ليه، مشى للتيو تاع البوطة قطعو وخلى البوطة محلولة. هنا هز ديك البريات وضربو عليها على راسها، طاف خوا عليها. المهم دار الروينة، هنا غتهز لي هي واحد، وبطبيعة الحال ملي قلت بحال ماكا أكيد العافية غتشعل. هزات واحد برودوي كيمسح بيه الجاكيطة ديالو ديال الكوير، وهي تخبطها مع الطاف هنايا، وهي تشعل العافية، عندها العات العافية في الكوزينة. هو ما باقي متمن من الشرع ولا شي حاجة، بقات محاصل تم. هي خرجات وليداتها وخرجات ما وخلاو تمايا منو العافية، تحرق السيد. صافي هنا شعلات العافية في الدار والروينة والناس طلعوا ما إلى ذلك. صافي لقاو السيد صافي مغمى عليه، طيح تمايا، جات البومبية هزوه داو السبيطار، جاو البوليس طبيعة الحال، جاو البوليس عاودات ليهم كيف ما عاودنا ليكم بأن هاد الراجل هذا راه عايشة معاه الجحيم، والدة معاه 5 ديال النفوس، وفي هاد الفترة هادي راه كنا مخاصمين، اللي احتاجها البارح بالليل بيت، واليوم نوض معايا سبات علاش على والو. اشنو وقع بانه كان دخل هجوم عليا، هو اللي حيد تيوم البوطه، وكان الغاز كيسيل، وانا هزيت هاد اللعيبه ديالو برودوي فرقعتو شعلات العافيه. هادشي اللي عاودت لهم كلشي بكل بساطه. السيد بقى في السبيطار تقريبا واحد 10 ايام، هو في غيبوبه يعني ما بين الحياه والموت. موراها توفى مول الامانه دامت، السيد مات. هنا بطبيعة الحال غتقدم العدالة وتحكمات ب20 عام ديال الحبس، ولكن ما ضرباتهاش كاملة ديك 20 عام، موراها جا واحد العفو وكان ضربات غير 9 سنين ديال الحبس. خرجات موراها مدوزات 9 سنين ديال الحبس، ولكن هيهات لقات يعني بنتها الكبيرة يعني كبرات، ولكن ولادها تشردو وخرجو، هذيك البنت مبقاتش هي هاديك وحياتها تدمرات. علاش؟ على ود واحد ما كيديرش حاجة كتصلح السيد مبلي كيشرب، وهي كانت كتقول لي في الاول ملي كانت كتنصحو في الاول، ولكن هو ما كيتهناش، كتقول لي هاد الشراب هذا كيجيب غير الكوارث ويجيب غير المصايب والمشاكل بعد منه، ولكن هو ما كانش كيتسنط. وهادشي دارتو عن غير قصد طبيعي الحال، ماشي عمدا طبيعي الحال. ايوا هادي هي النهايه ديال الحلقه ديال اليوم، كنتمنى انها تنال الرضا ديالكم. دمتم وفي القناه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.